السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا اليوم احنا متواجدين بمشروع جديد من مشاريع شركه تركواز العقاريه، لكن هذا المشروع يتميز فعلا عن باقي المشاريع الاخرى باعتباره مشروع سكني عائلي بحت. هذا المشروع يتربع على مساحه 20,000 متر مربع، و 15,000 متر مربع من عندها اي 70% من المساحه هي مساحات خضراء. طبعا المساحات الخضراء تتميز بعدم وجود بنى تحتيه تحتها حتى تكون الاشجار معمره بها، مما يؤثر تاثير ايجابي على الجو اللي بهذا المشروع. بالإضافة إلى هذا المشروع يتكون من 6 مباني، طبعاً 2 منهن بعد 6 أشهر يتم التسليم، والباقيات شهر 9 2020 راح يتم التسليم. إضافة إلى مثل ما تشوفون هنا وجود مسابح خاصة للرجال ومسابح خاصة للنساء، طبعاً وهنا مساحات خضراء ومساحة للركض بدار مداير المشروع، وأيضاً داخل المشروع أيضاً مساحة للركض. بالإضافة إلى وجود مول تجاري هنا، شبه مول، محلات تجارية جمعة بمكان واحد، شبه مول تجاري مصارة بالنص حتى لا تكون ضجيج للسكان هذا المشروع. طبعا هذا الشيء يميزه عن باقي المشاريع باعتباره مدينة متكاملة، أي شخص يريد يسكن بهذا المشروع ما يحتاج يطلع خارج المشروع حتى يشتري شيء أو يعمل شيء، باعتبار هنا مول كامل، محلات متكاملة هنا، أي شيء يحتاجه موجود بداخل هذا المشروع. إضافة إلى هنا داخل تحت موجود حديقة شتوية للأطفال، إضافة إلى جيم متكامل، لياقة البدنية والعديد من الخدمات. هنا ملاعب تنس، وأيضا هنا موجود مدخل، طبعا هنا ما يصير تدخل سيارات داخل هذا المشروع ممنوع، بس بالأخص هناك موجود مدخل خاص للإسعافات والحالات الطارئة. أما بالنسبة للخدمات اللي خارج المشروع والمحيطة به من ما يعطي قيمة استثمارية للمشروع وتزيد من قيمته بعد سنة، وهي مثلا تاكسي بحري راح يفتح بعد سنه، هذا التاكسي البحري راح يسهل بالتنقل، يعني اذا تريد تروح لفلوريا والباقي المناطق فقط 5 دقائق، فمثل ما تشوفون هنا راح يكون التاكسي البحري راح يوديك لفلوريا والافجيلار فقط 5 دقائق، يعني انت ما راح تحتاج للمتروبوس لان انت عندك تاكسي بحري جدا قريب ويسهل عليك المسافه، يعني ب5 دقائق تتنقل لاي مكان تريده، مما يعطي قيمه استثماريه جدا عاليه لهذا المشروع. واللي يريد يستثمر حاليا ويشتري بهذا المشروع بعد سنه راح يزيد قيمه المشروع اللي اشتراه. وخليكم ويانا هسه حتى نطلعكم اكثر على التفاصيل الدقيقه والمميزات اللي يتميز بها هذا المشروع من خدمات داخليه وخارجيه. طبعا مثل ما شفتوا هذا المشروع واهم المميزات اللي يتميز به من ناحيه الموقع الاستراتيجي والخدمات الخارجيه المحيطه به المهمه ومحطات المواصلات العامه المهمه ايضا، بالاضافه الى الاطلالات الخلابه على بحر مرمره، طبعا من الطابق الرابع فما فوق راح تكون اطلالاته خلابه جدا على البحر، بالاضافه الى هذا المشروع اللي يشتري به عقار واحد راح يتاهل انه ياخذ الجنسيه التركيه او يحصل على الجنسيه التركيه مباشره. ولا تنسون تخلون لايك على هذا الفيديو ومتابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب والتويتر والانستغرام.